أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، إيمانا من وزارة الأوقاف لما للثقافة من أثر كبير في نشر الفكر الوسطي وفي نشر سماحة الدين الإسلامي العنيف. ومن هنا تجوب وزارة الأوقاف مساجد مصر العامرة لنشر الفكر الوسطي ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع ليسود الوئام والسلام بين أفراد المجتمع. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء الطيب الإيماني الذي يدور تحت عنوان إتقان العمل. يحضر معنا قارئا فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، ومن المتحدثين يحضر معنا عالمان جليلان من أعلام الدعوة الإسلامية في بلادنا الحبيبة مصر. معنا فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الأسبق، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى لبلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء. يحضر معنا أيضا هذا اللقاء الطيب المبارك كوكبة من علماء وقادة وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور صبري الغاياتي نائبا عن السيد الدكتور السيد مسعد وكيل الوزارة، وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف الجيزة، وفضيلة الدكتور أحمد أبو طالب رئيس قسم الإرشاد الديني، وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد العال الدومي إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود. ويحضر معنا جمع غفير من رواد مسجد مصطفى محمود ومحبي العلم والثقافة، جاءوا ليستمعوا إلى القرآن الكريم، إلى الدعاء، إلى الابتهال، إلى كلمات العلم، إلى الثقافة، جاءوا إلى هذه الرحاب الطاهرة. أيها الأحبة، وقبل أن نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك، أستسمحكم أن نقرأ الفاتحة ونهب ثوابها إلى روح الزميل الفاضل الإذاعي القدير
الأستاذ ولاء عسكر نائب رئيس قطاع الإذاعة المصرية والذي رحل عن عالمنا أول أمس، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير لقائنا يوم لقائه، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين تنزل عليهم الآن الرحمات والسكينة. نسأل الله سبحانه وتعالى دوما العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، يبشرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من استمع إلى حرف من كتاب الله، وفي رواية: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك بأحلى الكلم وبأفضل الذكر بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
فليعمل عملا صالحا فمن
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وقد كانت خير بداية لهذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي ننقله لحضراتكم من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين بمحافظة الجيزة، والذي تنظمه وزارة الأوقاف ضمن الأسابيع الثقافية الدعوية التي تجوب بها وزارة الأوقاف مساجد مصر العامرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دوما عامرة. هذا الأسبوع الثقافي يأتي برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، والحقيقة نقدم تحية إجلال وتعظيم إلى القائمين على هذا العمل لنشر الثقافة ونشر الوعي الوسطي والفكر الوسطي بين أفراد المجتمع من خلال مساجد مصر العامرة. فتحية إجلال وتعظيم إليهم، وأيضا على حسن اختيارهم للموضوعات التي يتحدث فيها علماؤنا الأجلاء. فموضوعنا اليوم يدور تحت عنوان إتقان العمل، ولا شك أن هذا الموضوع بالأهمية بمكان، ولا شك أن المجتمع في حاجة إلى مثل هذا الموضوع والتحدث فيه. الحقيقة أنني توقفت عند الآية الكريمة التي بدأنا بها هذا اللقاء الدعوي الثقافي، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يختتمها المولى سبحانه وتعالى بقوله وستردون إلى عالم الغيب، ترجعون إلى عالم الغيب فينبئكم. يعني خلي بالكم من إتقان العمل، فالله ورسوله والمؤمنون يرون ويشهدون على أعمالكم. وسترجعون إلى عالم الغيب والشهادة، تردون إليه فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني تشديد على العمل وعلى إتقان العمل. الآن يأتي دور العلماء الأجلاء
فنستمع إلى كلمة العلم من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية. ونختتم حديث العلم من العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف الأسبق. الآن مع فضيلة الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تغمرني سعادة كبيرة أن أجلس هذا المجلس الطيب المبارك الذي تحفه ملائكة الله عز وجل، لأنه مجلس علم اجتمع فيه أهل العلم ومحب العلم في بيت من بيوت الله عز وجل، يتدارسون أمور دينهم و ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. هذه المجالس الطيبة نشكر القائم عليها وهو معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار الجمعة، أسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يوفقه إلى ما يحب ويرضى. ومن هذه الأعمال الجليلة التي يشرف عليها والتي يحس عليها هذه الأمور أو هذا الأسبوع الثقافي والذي يتكرر دائما، نشرا للعلم الوسطي وإزهارا لسماحة الإسلام ويسر الشريعة الإسلامية، فجزاه الله تعالى عنا خير الجزاء. موضوع هذا الأسبوع أو هذه الجلسة المباركة هو إتقان العمل، ولا شك أن اختيار هذا العنوان كان اختيارا موفقا ممن وضع هذه الخطة، لأن إتقان العمل من الأمور التي يحتاج إليها الناس في كل وقت وفي كل عصر. ولذلك إذا كان الله عز وجل وإذا كان إسلامنا الحنيف قد دعا إلى العمل وحس عليه، فإنه دعا إلى إتقان هذا العمل، وذلك لأن إتقان العمل يعد صفة من صفات أفعال الله عز وجل. الله عز وجل علمنا ويعلمنا أن نتقن الأعمال، وذلك من صفاته عز وجل وأفعاله في خلق هذا الكون. يقول سبحانه وتعالى: الذي أتقن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ويقول سبحانه وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالله عز وجل يعلمنا الإتقان ويعلمنا الإحسان، ذلكم لأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ونبينا المجتبى علمنا أيضا ودعا إلى إتقان العمل، حيث ورد عن السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. رسولنا يعلمنا الإتقان حتى في القتل وحتى في ذبح الحيوانات. لا شك أن هذا دلالة أو يدل على مكانة الإتقان وعلى قيمته الإيمانية. ذلكم لأن إتقان العمل يعد مقياسا على تقدم الأمم وارتقائها وحضارتها. تقدم الأمم وتقدم الدول وارتقاء الحضارات أساسه وما يقاس عليه هو إتقان العمل. نحن نعلم أن دولة اليابان من الدول المتقدمة صناعيا وفنيا وتكنولوجيا وما إلى ذلك، والشعب الياباني ليس أكثر الشعوب ذكاء، وإنما أهم ما يميز هذا الشعب هو إتقانه للعمل. وهذا الإتقان هو ما دعانا إليه ديننا الحنيف وحسن عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. بل إن إتقان العمل لا يقتصر على أمور الآخرة، بل يشمل أيضا أمور الدنيا وفيما يتعلق بأمور العبادة، فيما يتعلق بالصلاة وفيما يتعلق بالوضوء وفيما يتعلق بالحج. أمرنا أن نتقن أداء هذه العبادات. يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء خرجت الذنوب من إلى أن تنتهي من بين أصابعه. فإسباغ الوضوء معناه الإتقان. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل المسجد ووجد رجلا يصلي قال: ارجع فصل فإنك لم تصل، إلى المرة الثالثة. قال: يا رسول الله علمني، لا أعلم غير ذلك. قال: إذا دخلت الصلاة فاقرأ الفاتحة، ثم اقرأ الفاتحة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إلى آخر ذلك كما أنتم تعلمون وأنتم العلماء الأجلاء. كذلك أيضا فيما يتعلق بإتقان الأذان أو الصوت الجميل، حينما يعني رأى أحد الصحابة رؤية بالأذان، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: دعه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. كل هذا يعلمنا رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قيمة هذا الإتقان وقيمة هذا الإحسان. وأيضا ما يدور اليوم في واقعنا المعاصر، وكلكم يسمع عن ذلك، ما يسمى بمعايير الجودة أو ضمان الجودة والاعتماد، مفاد ذلك هو إتقان العمل. فأصل هذه المعايير وأصل هذه القواعد، وإن كنا نعتقد أنها تأتينا من الخارج من دول متقدمة بقياسات معينة، إلا أن أصل هذا العمل وأصل هذا الإتقان هو قول رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والذي يتقن عمله يدل هذا على حبه لله عز وجل، أو يعد مسلكا في محبته وطريق محبته لله عز وجل. صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فإتقان العمل وسيلة إلى أن ينال المتقن لعمله محبة الله سبحانه وتعالى وإفضاله وإنعامه عز وجل. كذلك الذي يتقن العمل لن يذهب جهده وتعبه سدى، الله عز وجل يجازيه. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقبل هذا وذاك، فإتقان العمل دليل وأمارة على الإيمان وقوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أشكركم على حسن الاستماع وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنا مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، والتي تحدث فيها عن قيمة إتقان العمل وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمر بإتقان العمل، وضرب مثلا بأنه سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه، فنحن مطالبون بإتقان العمل كما تفضلنا من سعادة الأستاذ الدكتور، وكما استمعنا من سعادة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، بأننا مطالبون من قبل المولى سبحانه وتعالى ومن قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نتقن أعمالنا ابتغاء وطاعة لله عز وجل ورفعة لتقدم وازدهار هذا الوطن الحبيب. فحقيقة اختيار هذا الموضوع اختيار موفق من قبل العاملين والقائمين على هذا الأسبوع الدعوي الثقافي. ما زلنا معكم أيها الأحبة ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي من رحاب مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين بمحافظة الجيزة. الآن نستمع إلى كلمة العلم، وتدور أيضا حول إتقان العمل، من العالم الجليل سعادة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الأسبق، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البدء أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى وزارة الأوقاف، إلى وزيرها، وإلى سائر القائمين على أمر الدعوة فيها. وأقول في هذا اللقاء الطيب المبارك إننا بحاجة إلى تأصيل شرعي لهذا العنوان، وهو إتقان العمل. وإني دائما أدعو ربي أن يجعل مصدر كلامي كتاب الله وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وكلما زين الإنسان كلامه بقال الله أو قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما اكتسب كلامه حلاوة وطلاوة ونزل منزلا طيبا في آذان وقلوب المستمعين. وهذا ما أرجوه. هذا العنوان وهو إتقان العمل كتبت عناصره في طريقي إليكم لأحدد نقاط معينة قد لا أوفيها حقها في هذه العجالة، ولكني سأذكر العناصر لتكون موضوعا لبحث علمي ممن يرغبون في تسجيل أعمال علمية لدرجة الماجستير والدكتوراه، لأن الموضوع من القوة بمكان، وبخاصة أن وزارة الأوقاف قد تعاقدت لصالح كثيرين من أئمتها للتسجيل لهذه الدرجة على نفقتها فيما أعلم. فأقول وبالله التوفيق، نحن أمام
كلمتين: إتقان العمل، إتقان والعمل. هذه الكلمة سوف أعالجها كما قلت في ضوء القرآن من جوانب معينة. الجانب الأول: الإتقان وصف إلهي وصف الله به خلقه ووصف به صنعته وأقام الدليل على هذا. الجانب الثاني: إتقان العمل أمر إلهي أمر الله به الأنبياء والمرسلين قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجانب الثالث: إتقان العمل أمر ذكره الله على سبيل المدح والثناء لمن قام به من غير الأنبياء والمرسلين. الجانب الرابع: أثر إتقان العمل الإيجابي على من يتقن عمله. الجانب الخامس: أثر إتقان العمل في تحسين صورة الفرد والدولة والأمة. هذه عناصر اللقاء على سبيل الإجمال. وأما على سبيل التفصيل فإني أقول: ومن الله التوفيق. الحق سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. وبعد أن تحدث عن كثير من مظاهر خلقه للسماء والأرض والإنسان إلى آخره، قال الآية التي سمعتموها: صنع الله الذي أتقن كل شيء. أتقن أي أحكم. وعندما يكون الصانع متقنا لصنعته فإنه يعرضها على العام والخاص وعلى المبتدئين وأهل الاختصاص، لأنه يعلم علم اليقين أن صنعته قد وصلت إلى درجة يعجز أي صانع ماهر مهما كان أن يدرك فيها عيبا ما. ولهذا ولله المثل الأعلى. وجدنا الحق سبحانه وتعالى يقول لنا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ثم يلفت نظر الخلق أجمع إلى أن يتأملوا هذا الخلق الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعرض صنعته على خلقه ويتحدى البشرية جمعاء أن تأتي بأي خلل أو زلل فيما يتعلق بصنع الله جل في علاه. كذلك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون ملايين السنين، ولم تحدث حادثة سير واحدة في الأجرام السماوية مع مبالغة في السرعة وبعد في المسافة وكبر في أو كبر في الأحجام، ولم يصطدم جرم سماوي بجرم آخر. صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا ليس بقاصر على السماء والأرض، ولكنه أيضا يتعلق بالإنسان. فالذي صنعك هو الذي نداك بهذا النداء: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وبعض العلماء يقولون: يا أيها الإنسان ما غرك بربك، ويقف وكأن الله قد ألهمس مسؤول الإجابة بقول الكريم،
فيأتيه أيضا نص تباعا لما تقصر في حقه وهو الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، هو يعرض صنعته لما فيها من إتقان، ولكن الله نبهنا إلى أمر، ووالله ما نظرت إلى صنعة صنعها الإنسان أنا كشخص إلا وأدركت أصلها من كتاب الله وسنة رسول الله، ولكننا لم نعمل عقولنا في النص القرآني كما ينبغي. قد تكون الصنعة متقنة للغاية، ولكن إخراجها في صورة منفرة أو قبيحة أو صارفة، ولذلك نرى بعض البلدان قد لا يتقنون المادة الخام، ولكنهم يحسنون فن الإخراج أو كما يقال التفنيش، فيلفتون الانتباه بمثل ما نرى أوراق الحلويات للأطفال التي تشد انتباههم، ومن بعضها ما هو سم قاتل لهم، ولكن مع هذا راعوا تأثير العين على الرأي. هذا مأخوذ أيضا من صنع الله، فالله حين حدثنا عن السماوات العلى وحدثنا عن الأرض وما فيها بنى وعلى، أخبرنا أنه لم يشأ أن يجعل صنعته بلا جودة ولا حسن مظهر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب أو بزينة الكواكب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. نأخذ من مجموع هذه الآيات أن الصانع ينبغي ألا يقف في صنعته عند حد إتقان المادة الخام أو عند حد جودة الصنعة، ومع ذلك ينسى فن الإخراج الذي يشد انتباه الرائي، وذلك لو أننا تصورنا السماوات بلا شمس ولا قمر ولا نجوم، هل كنا سنبصرها بهذا الذي ندركها به على هذه الحال؟ كنا سنراها مظلمة معتمة صارفة عن النظر إليها، أما نحن فنرقبها ليل نهار لما يعتريها من إشارات ومن أضواء ومن إشارات تتعلق بسنن كونية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى، وهو أن إتقان الصنعة شأن أو صفة وصف الله بها نفسه، والله سبحانه وتعالى نحن مأمورون أن نتخلق بأخلاقه وأن نتزين بصفاته كما ورد في الحديث تخلقوا بأخلاق الله. وأما فيما يتعلق بالأنبياء والمرسلين فقد وجدنا رعاية من الله وعناية لنبيه نوح وهو يصنع السفينة، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، مع الفرق في التشبيه ولله المثل الأعلى، هي مسؤولية القدامى من الصنيعية المحترفين أن يعينوا أو أن يعلموا أشبالا جدد. هناك صناعات كثيرة فقدناها في أيامنا هذه، لماذا؟ لأن القائمين على أمرها قاموا عليها ولم يلقنوها لأبنائهم ولا لغير أبنائهم، ففقدنا كثيرا من هذه الصناعات. بل إنني وأنا أقرأ في يوم من الأيام في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حضرني إتقان هذا العمل، وجدت أن أمما قد اشتهرت بصناعات معينة
في زمن سيدنا رسول الله، فاليمن كان يضرب بسيوفها المثل فيقال السيف اليماني وهو من أمضى السيوف، ومصر كان يضرب بصناعة النسيج فيها المثل، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تم تكفينه كفن في بياض قبطي، والبياض القبطي هو الدبلان المصري، هو الدبلان المصري. والله أخبرنا أن مصر كانت رائدة في الصناعة فيما مضى، والدليل على هذا قول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد التي نسميها الآن بالمسلات، وفرعون ذي الأوتاد. وقد أشار القرآن إلى تقدم مصر في الصناعة العمران على وجه الخصوص حين قال كبيرهم وهو على باطله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. شاهدنا من هذا أن مصر كانت متقدمة في فن المعمار، حتى إن فرعون قد طلب من وزيره هارون أن يبني له برهامان أن يبني له برجا عاليا يصعده، يظن أنه بعد 200 متر لعله سيجد الله هناك. الشاهد عند ابن لي صرحا أي أن مصر كانت متقدمة، فهل آن الأوان أن نستعيد ذلك، أم أننا سنقف عند حد أننا كنا وما كنا في أيامنا هذه؟ ما أحوجنا إلى أن نكون ثانية؟ والظروف متاحة إن أردنا، وهي تحتاج إلى إرادة وصدق عزيمة وإخلاص نية. ووالله والله والله لو يعلم المتقن لصنعته ما في إتقانه لصنعته من دعاية له لأتقن كل صانع صنعته، إن لم يبتغي بها وجه الله والآخرة فإنه سيبتغي بها عرض الدنيا. لماذا؟ لأنها في آخر ثانية حين نحتاج إلى كهربائي أو سباك أو نجار يسأل بعضنا بعضا فنقول فلان، فكأن إتقان الصنعة دعاية ضمنية لصاحبها، حتى اشتهر فلان بأنه أستاذ القلب، وذاك بأنه أستاذ العيون، وثالث بأنه أستاذ الكهرباء إلى آخره. فإتقان الصنعة هي لصالح المتقن من ناحية، وهي لصالح الدولة من ناحية، وهي لصالح الأمة من ناحية. ولن يتحقق لنا قول الله: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، إلا إذا صنعنا ذلك كله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتقان الصنعة، وأن يعيننا على تحقيق ما نصب إليه، وأن ييسر أسباب الرقي الحضاري، وأن يعود إلى مصر عزها وكرامتها فيما هو آت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذه هي مصر، وهؤلاء هم علماؤها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن ينصرها بنصره، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يرزقها برزقه، وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد العالمين. اللهم آمين. هكذا استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من سعادة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف الأسبق، والتي حدثنا فيها عن إتقان العمل، وأخذ يضرب الأمثلة من القرآن الكريم في حسن إتقان العمل.
وكفى أنه ذكرنا بكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صنع في مصر. نعم أحباب رسول الله، مصر بلد الخير. اقرأوا القرآن الكريم فإنكم ترون أن القرآن الكريم ما ذكر مصر إلا وذكر معها الخير، وذكر معها الأمن والأمان والسلام. في سورة الدخان: كم تركوا من جنات وعيون. هذه الجنات أين؟ مصر. يتحدث عن قوم فرعون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. الجنات والزروع والعيون والمقام الكريم، كل ذلك أين؟ في بلادنا الحبيبة مصر. هل هذا جاء اعتباطا أم أنه جاء من حسن العمل ومن حسن إتقان العمل؟ كيف أن مصر كما حدثنا عنها القرآن الكريم كانت بمثابة خزنة لقوت العالم أجمع. في سورة سيدنا يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض. خزائن الأرض أين؟ أين خزائن العالم أجمع؟ إنها في مصر. كانت تمتلك وتتحكم في قوت العالم أجمع. وكيف دخل إخوة يوسف إلى مصر؟ حدثت مجاعة في العالم، فجاءوا إلى أين؟ جاءوا إلى قبلة النجاة، إلى أرض الخصب والنماء. جاءوا إلى مصر ليقتاتوا. وهكذا العالم أجمع كان يقصد مصر ليقتات ويعيش. هل حدث كل ذلك اعتباطا أم حدث بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بالعمل وحسن إتقان العمل؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى لبلادنا الحبيبة مصر الازدهار والنماء والتقدم والرفعة والسمو دائما. ما زلنا وإياكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ننقل لحضراتكم هذا اللقاء من رحاب مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين بمحافظة الجيزة. نأتي الآن أيها الأحبة إلى الدعاء، إلى الابتهال. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الدعاء هو العبادة، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه البقعة الطاهرة المباركة في مسجد مصطفى محمود، مسجد من مساجد الله، وهي خير البقاع في الأرض، وقد امتلأ المسجد بالسادة الرواد الذين جاءوا ليستمعوا إلى حديث العلم من العلماء الأفاضل، جاءوا ليستمعوا إلى القرآن الكريم، جاءوا ليستمعوا إلى الدعاء والابتهال. ونحن في هذه البقعة المباركة الطاهرة في بيت من بيوت الله، تنزل علينا بمشيئة الله السكينة والرحمة
والطمأنينة، وينزل علينا الرضا من الله سبحانه وتعالى، فنضرع إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. فالله من يصلي مرة عشرا ويبقى في النعيم مقيما. يا صاحب اللي يحب سيدنا النبي بلسان الحال. أحبك يا رسول الله، 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 أحبك يا
حبا يجا يجاوز في السماء يجاوز في السماء وفي حدثني طال الحياة طال الحياة وما فيها وأغلى أنا إن قلت للعين أهدي المصطفى بصري تجري دموعي تجري دموعي تجري دموعي وتنسى العين رؤيا سوى أماني أهدي الحبيب أهدي الحبيب أهدي الحبيب بعين تعشق ينبغي ألا يلام صلى الله على محمد وعليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم كل من يعشق ينبغي ألا يلام قد أتانا بالرسالة المظلل بالغمام صلى الله على محمد صلى الله على
وسلم صلى الله على محمد. سيدي خير الأنام وله أعلى مقام، ربنا صلى عليه والملائكة الكرام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم سيدي خير الأنام وله أعلى مقام، ربنا صلى والملائكة الكرام فله منا التحية وله منا السلام. اللهم صل وسلم وبارك صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني لهواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات، قدمها لنا فضيلة المبتهل والقارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وقد كانت خير ختام لهذه الأمسية وهذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة في هذا الأسبوع الثقافي الدعوي. أيها الأحبة، كان معنا قارئاً ومبتهلاً فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وكان معنا من المتحدثين فضيلة العالم الجليل سعادة الأستاذ الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف الأسبق، وسعادة وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. وحضر هذا اللقاء جمع غفير من رواد مسجد مصطفى محمود، وقد امتلأ المسجد عن آخره كما حضره كوكبة من علماء وزارة الأوقاف يتقدمهم فضيلة الدكتور صبري الغاياتي نائباً عن السيد الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف الجيزة، وفضيلة الدكتور أحمد أبو طالب رئيس قسم الإرشاد الديني، وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد العال الدومي إمام وخطيب مسجد مصطفى محمود، وعلماء أجلاء
حضروا هذا اللقاء وجمع غفير من رواد المسجد في بلادنا الحبيبة مصر. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء هنا في رحاب مسجد مصطفى محمود، اللقاء الدعوي الثقافي. حتى هذا اللقاء نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.